مرحبا بكم فيديو جديد ده حلقه جديده بس دوري مصر في بيس 2017 ورجع عنكم رجاله السلسله الاسطوريه دي. فمن تقدر رجاله السلسله حط اللايك ويلا شباب تشوفوا الشارك عايزين نوصل فيديو اكتر من 120 لايك ويلا شباب اتمنى تشتركوا في القناه لان نسبه كبيره منكم بيتفرجوا مش مشتركين فحط اشتراك يا جدع مش هتخسر حاجه والله والله ما هتخسر حاجه علشان نوصل 10000 مشترك قبل نهايه السنه. يلا باذن الله خلينا نخش باذن الله النهارده يا شباب تبقى الحلقه الاخيره خلاص مع النادي الاهلي لان يعتبر خلاص فاضل كام ماتش كده يعني تحصيل حاصل يعتبر احنا مركز اول كده مستريحين يعني ليه لا نخلص الحلقه النهارده نخلص الموسم الاول مع النادي الاهلي فهل يا ترى بقى ننتقل لنادي الزمالك ام نكمل الموسم كمان مع النادي الاهلي اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. اوكي عندنا اول لقاء على طول امام نادي المصري صاحب المركز الثاني بدايه كده عايزين نحسم الجدل المركز الثاني ده يعني اللقاء ده هو اللي هيحدد تقريبا احنا هنكمل ولا ايه اللي هيحصل في قدام يعني في الموسم. انا شايف ان الفريق مستعد كله يلا يا شباب على طول ليتس جو. اوكي يا شباب هنلعب امام نادي المصري صاحب المركز الثاني اللي مقدم موسم والله ولا اروع ولا كنت متخيل الصراحه ان هو يوصل للمركز الثاني ولا حد كان ممكن يتخيل لهذا لكن وصل هو للمركز الثاني ولغايه دلوقتي بينافسونا على صداره الدوري رغم ان احنا فارق شويه حلوين فاللقاء ده هيفرق. هنشوف لو غلبنا المصري في اللقاء ده هنبعد شويه عنهم وعن البيراميدز ويعتبر شبه الصداره خلاص حسمت وشبه الدوري حسم. يلا سماتة ديانج يلا هي عموري سماتة والاول الاول الضربة الاولى لسماتة 1-0 على طول وهدف ال 15 لسماتة. انا هحاول احقق رقم تاريخي مع سماتة والله نحاول ان احنا نجيب بيه 20 هدف او ازيد من 20 هدف في حلقة النهاردة هنحاول يلا يا سماتة يلا يا سماتة رهيب. لقاء طبعا الاهلي والمصري ده بيبقى لقاء حماسي جدا وكله تشجيع وكله حماس. شوف عموري بيلعب باص وسماتة على طول في الشباك يا حبيبي جول لا 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 خطيره لسه شيء الكره ما شالتش وحش رمضان صبحي يا رمضان لو كنت لعبت ماشي لسه زيزو سماتة رمضان صلي حلوه يلا رمضان يلعب كوره سماتة عالميه والتاني يا سماتة جول. افضل صفقه تقريبا عملتها افضل اكتشافات ابو نبيل يسجلها على طول سماتة في الشباك 2-0 في الدقيقه 26 متوقع الصراحه الماتش هيبقى اصعب من كده. عليو ديانج لزيزو واحده ار2 لكن حارس بيشيلها. عليو ديانج واحده من هنا حلوه يا ديانج نايس حلوه يلا هاتريك يا سماتة سلية يا سلية حلوة سماتة ولا هاتريك لا مصري يا ولد يا بدر عتكل يا بدر رهيب يلا هي سماتة حط الهاتريك يا جدع كمل اللقاء يا شباب وبيصفر الحكم بيعلن فوز نادي الاهلي 2-0 على النادي المصري اللي ما كنتش متوقع منه الصراحه لقاء زي ده نهائي. اوكي فرق بقى كبير جدا اتوقع 11 نقطه بقى فرق بيننا وبين النادي المصري وصعب جدا ان احنا نخسر الحمد لله ضمننا الدوري تقريبا. سماتة وزيزو هم اللي في فريق شهر سبتمبر حلو جدا يلا شباب عندنا لقاء على طول امام سيراميكا كليوباترا في المركز 17 ممكن نعمل لها سكيب الصراحه مراد فاركو بيلعبوا في المركز التاسع نلعبها غزل المحله ممكن سيراميكا نعمل لهم سكيب كيب نكسب 2-0 نايس جدا الزمالك اهو بدا يفوق ويكسب ويبقى في المركز السادس نايس جدا يا زمالك عاش فرق 3 نقاط بس بينه وبين طلاع الجيش صاحب المركز الثالث فيعني ممكن نعمل كومباك الزمالك ويبقى مركز ثالث الله اعلم. اوكي يلا كله مستعد وكله متحمس للقاء امام فاركو صاحب المركز التاسع ليتس جو على طول يلا سماتة عايزين نكسر بيك رقم تاريخي مش عارف تقريبا اعلى واحد في الدوري المصري سجل قد ايه اهداف اعلى واحد في تاريخ الدوري المصري صراحه مش فاكر او مش عارف روح اطلع على سماتة والعب لسماتة ما توصلوش لا 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 خطيره يلا رمضان يلعب كوره لسماتة اوه لسه مصطفى سعد ميسي رمضان صبحي بيحاول لكن الدفاع الله هي عموري واحده يا عموري قويه جدا بعيدك بتروح كده سماتة حطها يا والله كانت ممكنه حتى بالهب ودي واحده السليه ما توصلوش اكرم توفيق ما زالت اكرم عليو ديانج هي ما توصلوش لا 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 خطيره والله فاركو يا شباب بيلعبوا عن النادي المصري الصراحه حلوه يلا يا عموري كان هيعملها يا الله كان هيعملها حلوه قوي الصراحه يلا هي
سمتا يا الله يا الله، زحلقه واحده بس. وما كانتش زحلق، كان فرق يدفع. اللقاء كان تعبان شويه لكن الحمد لله. يعني الزمالك بيخسر من المقاولين 3-0. يا الله يا الزمالك، يا الله يلا 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 تسكو. 17 هدف لسمات، حاجه رهيبه جدا. انا دخلت من غير ما اشوف مين المستعد ومين مش مستعد، لكن ماشي. التشكيله الاساسيه بتاعتنا يا شباب، الاهلي امام غزل المحله. غزل المحله برضه مؤخرا بقت فريق قوي الصراحه. حلوه حلوه حلوه. زيزو 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 الانطلاق. زيزو 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 زيزو. اكرم توفيق، يلا يا اكرم. جميله يا اكرم. رمضان متوصلش، خطيره. اكرم توفيق شيء. لا 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 لا. غزل المحله. ماشي ماشي، حلوه حلوه قوي الصراحه. يلا يا سماد. رمضان صبحي يا جدع يا جدع، حطها عدل يا جدع يا جدع، حطها عدل. لكن حلوه الهجمه الصراحه. لا 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 لا، بدر يا بدر، وحش يا بدر، يا اسطوره يا رهيب. لو كان فعلا عدى الباص كانت جول. يلا هي هي سليا. يا سليا يا سليا يا سليا، انت قطعتها. كمل جميلك يا سليا. ما زلت زيزو يا شباب. حرام حرام، ما تركزوا يا جدعان شويه. يلا عموري. رمضان سليا لسماتة. و طب انت ايه؟ انت تعبان طيب ولا دي مش شطاطك دي خالص يا ولد. يلا رمضان يلعب كرة لسماتة، اعمل حاجة قبل ما تخرج يا سماتة. ما ماشي، خطيرة خطيرة. غزل المحلة ممكن يخطف جول. مفيهاش حاجة مفيهاش حاجة سيد الحكم. ايوه بس تعادل على التوالي، تاني تعادل 0-0. ما جبناش أي هدف فيها يا شباب، ما نركز شوية. اوكي شيكابالا، بصوا بقى تاني الهدافين 11 هدف. نايس والله شيكابالا. عندك لقاء أمام ايستر كومباني، خلينا نعمل لهم سكيب. كسب 1-0. ليه النتائج كده قليلة يا شباب؟ نركز شوية. الزمالك بيتعادل مع الإسماعيلي. يلا عروض عروض، أهو جاي لنا عروض يا شباب. المصري عايزنا مدير فني. أنا لو هنتقل الصراحة أنتوا عارفين وجهتي هتبقى فين؟ النادي الزمالك اللي بيعاني في المركز الخامس. هما أحسن ناس محتاجيني حاليا هم الزمالك. يلا على طول عندنا لقاء امام الجونه. اوكي دي خطتنا باذن الله يا شباب للقاء الجونه. ليتس جو. اوكي يا شباب الجوله رقم 30، الاهلي امام الجونه. خلاص قربنا تقريبا على نهايه الموسم، فاضل لنا 3 4 ماتشات ويبقى انهينا الموسم التاريخي جدا مع النادي الاهلي. للاسف ما قدرناش نحقق الدوري ابطال، لكن اهو هنحقق الدوري. نايس جدا يعني بعد غياب كبير للنادي الاهلي. وحلوه يا زيزو، بعد غياب كبير للنادي الاهلي، الاهلي بيعود الى تتويج بالدوري حتى الان. لغايه دلوقتي احنا متصدرين. زيزو زيزو سماتا، هي الاولى يا سماتا. هي هي هي، جول 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 جول. 1-0 على طول في شباك الجول يا ولد. على الجمله الصراحه جمله عالميه. شوف هنا اكرم يلعب كوره، يستنى يلعب كوره مناسبه لزيزو. تولت منه شويه زيزو على شماله وبيرفع كوره عالميه على الرجل لسماتا، بيحطها في الزاويه يا حبيبي في الشباك. علي. معلول معلول لسماتة والتاني يا حبيبي يا معلول. يا اسيست رهيب، اسيست رهيب من معلول. علي معلول يدي واحدة لسماتة وبيحطها في الشباك يا ولد. هو الصراحة الاسيست بالدنيا. شوف شوف هنا الباص، السلية تقلع الكورة تقلع الكورة ويلعب تاني المعلول، ومعلول باص عالمي بوم في الشباك يا حبيبي تحت يد الحارس. يا سماتة يا رهيب. يا سلية من شرقي لسماتة، التالت التالت. هاتريك 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 هاتريك. 20 جول 20 جول في الدوري. هو كان صايم اللقاءات اللي فاتت، بيسجل هاتريك يا سماتة. 20 جول. ايه انا والله تعبت، والله تعبت. الواد ده رهيب. لو انتقلت الى الزمالك هفتقده هفتقده بجد والله. مش بعيد اشتريه مش بعيد اشتريه الصراحه، لانه مهاجم اسطوري مهاجم اسطوري اسطوري اسطوري. شوف الاستلامه بوم في الشباك. شرقي عالمي. هي سماد يعمل اسيستات كمان. لا حلوه. طلع عموري يلعب كره سماتا. سماتا سوبر هاتريك سوبر هاتريك سوبر هاتريك. اربع اهداف اربع اهداف اربع 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 يا سماتا، اربعه في شباك الجونه. بتقطع منه الكوره لكن بياخدها تاني ويعمل واحده لوب عالميه يا سماتا لسماتا بالهيدر. حطها كده هيدر عالميه، خطفها من الحارس. دي اسمها خطف من الحارس، حطها في الشباك. حط جول جول. اربع 21 جول يا شباب في الدوري. يلا من شرقي يلعب لسماتا. خمس اهداف خمس اهداف. لا خلاص بقى خلاص بقى، بطل زيت يا سماتا. هي كفايه اربع اهداف، كفايه السوبر هاتريك. كسبنا الدوري تقريبا، كسبنا الدوري يا شباب والله كسبنا الدوري.
كسبنا الدوري يا حبيبي، كسبنا الدوري، كسبنا الدوري، ويعلن فوز الدوري لا ابو نبيل والنادي الاهلي بالدوري المصري بعد غياب يا جدع سنتين، بعد غياب عن التتويج النادي الاهلي يصبح بطل الدوري المصري. الله الله عليكم يا رجال، الله عليكم يا رجاله، كنا نستحق الصراحه، نستحقها نستحقها نستحقها. الجونه معلش يا جونه نتيجه ثقيله جدا، هيبقى في تتويج اكيد، مفروض مفروض يعني. سماتة هو المان اوف ذا بطوله الصراحه، يعني اقوى لاعب في الدوري، ايوه البريمير ليج، بنرفع البريمير ليج، بنرفع البريمير ليج يا شباب. النادي الاهلي الفائز بالدوري المصري، مش مهم كاس البريمير ليج ما فرقتش يعني عن الدوري المصري حاجه، ما فرقتش. الله عليكم الله عليكم الله عليكم، عشان بنكسب على طول الدوري. لكن ايه البريمير ليج اللي انت حاطينها ده؟ مش عارف، في غلط في الباتش، في غلط في الباتش جامد. عن جداره واستحقاق نرفع الكاس البريمير ليج الايجيبشن ليج. سماته بيبدع ويقنع ويمتع وكل حاجه موجوده في الحياه. مش محتاجين ان احنا نلعب اللقاءات الجايه الصراحه، لكن انا عايز العب عشان اسجل اهداف بسماتس. عندنا بنك الاهلي كده، عندنا لقاء تاني المفروض، عايزين نخلي سماتة هو اكبر هداف في الدوري المصري على في يعني في التاريخ، التاريخ يبقى اكتر عدد اهداف في التاريخ. كشف بقى عادل الشاذلي هو اكبر هداف في تاريخ الدوري المصري ب 34 هدف في موسم واحد. الصراحه الحوار صعب، يعني الحوار صعب جدا ان احنا نعمل كده، لكن خلينا نلعب اللقاء الثلاث لقاءات دول يعني فور فن كده، نسجل بيهم، نحاول نسجل ونبدع لسماتة. والله يا جدعان بقصد سماتة ده عنوان اللقاء النهارده او اللقاءات الجايه، علشان نحاول نقرب من الهدافين التاريخيين للدوري المصري. روح كده سماتة، يلا هي الاولى بقى، يلا هي الضربه الاولى، الضربه الاولى لا دفاع، هي 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 هي، يلا يلا بقى، يلا بقى يلا بقى يلا بقى، حلوه حلوه، كنت قريب كنت قريب. يلا سمعت قول له دبل كيك، ما تجيش مش ناوي لك ولا ايه يا ابني؟ يلا زيزو يلا زيزو يلا زيزو يلا زيزو يلا زيزو، سمعت 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 سمعت، مش ناويه مش ناويه، هي مش ناويه مع النهارده رمضان، مش ناويه خلاص، يلا رمضان، هي سماتة، يلا يا الله، لا لا وفي ماتشات بيبقى تنين مجنح زي اللقاء اللي فات، وفي ماتشات زي دي بيضيع كرات سهله الصراحه، دي سهله، دي اسهل واحده جت تكبيرات دلوقتي، خطير بنك الاهلي، جول سجله جول، والله سجله جول، هي هي يوه. لا ضرب جزاء تقريبا، ضرب جزاء يا شباب او فاول، لكن هي غالبا ضرب جزاء، لا الحمد لله بره، الحمد لله بره، ماشي ماشي أوه. خلاص خلاص، بنك الاهلي مقفلين دفاع صح الصراحه، مقفلين صح الصح، صعب جدا ان احنا نقدر نجيب جول، خلاص صفر الحكم، اتوقع ان احنا برضو صعب ان احنا نحاول نحطم الرقم من 34 جول، يعني نكمل ونعمل سكيب للقائين الجايين. مباراه ام بي نعمل لها سكيب على طول يا رجاله، نكسب نعمل نتعادل 0-0. يلا اخر لقاء امام مصر المقصه، نعمل له سكيب يا شباب، خلاص احنا كده انهينا الموسم مع النادي الاهلي محققين الدوري الحمد لله، وسماتة الهداف ب 21 هدف، الا اذا ناوي يزيد دلوقتي، لا بنخسر خلاص انتخنا، والزمالك خسر والله 3-1، الزمالك محتاجني جدا محتاجني جدا. اوكي النقاط 70 نقطه، خلصنا الموسم، بيراميدز في المركز الثاني، اتحاد طلاع الجيش في المركز الثالث، المصري بقى خلص الرابع، الزمالك مخلص السادس في الدوري، فرق 26 نقطه بيننا وبين نادي الزمالك، معاناه من نادي الزمالك الصراحه. فاكتبوا لي تحت يا شباب في الكومنتات، هل يا ترى نكمل مع النادي الاهلي ام نروح لنادي الزمالك اللي محتاجنا حقيقي؟ بيراميدز برده تربلنا زي ما انتم شايفين وزي ما انتم عايزين، باذن الله هنعمل تصويت برده على المنتدى، ننتقل الى الزمالك ولا نقعد في الفريق. اوكي سماتة تم اختياره كافضل لاعب في الدوري الممتاز، وطبعا كافضل هداف. فبس يا رجاله اتمنى كل فيديو يعجبكم، استنوا بيه زر اللايك واشتركوا في القناه، في امان الله، اشكرك اخي في الجاية. مع السلامة.